خليني احيي حضرتك كمان لشجاعتك انك واضح مع نفسك، الحاجه اللي بتحبها بتعملها بغض النظر عن اي شيء، وده كان واضح قوي في ارتباطك للمره الثانيه وجوازك للمره الثانيه، لانك حسيت انك محتاج انك تكون متزوج. طبعا انا وبعدين الى جانب هذا حضرتك، انا مراتي الثانيه ربنا يخليها لي يا رب اميره، كنا بنشتغل مع بعض بقالنا 20 سنة، يعني هي كانت مديرة أعمالي والستايلست بتاعتي والمسؤولة عن ميك اب والمكياج وشعري وكل الكلام ده، هي المسؤولة أولا وأخيرا قبل أي حاجة. فكان كنا معاشرين بعض، يعني بنقعد 12 ساعة وشنا في وش بعض ونسافر مع بعض ونرجع مع بعض. بعد الزواج لازالت برضو بتعمل نفس المهام دي ولا خلاص؟ يمكن أسخم كمان. طبعا. ف بعد ما زوجتي الأولى توفت الله يرحمها يا رب ويحسن إليها، طبعا حصل بقى هجوم مفاجئ من السيدات اللي كانوا موجودين، لأنه بيبقى فرخة بكشك عموما اللي بيبقى أعزب في السن ده، وتعرف حضرتك جان كبير فمطمع لكل السيدات. ربنا يخليك ربنا يخليك. لكن لما جيت أفكر ما لقيتش ده، طبعا الى جانب ان في نشات علاقه ود فظيعه بيني وبينها خلال السنين، العشره اللي بتولد الحب. بالظبط بتولد الحب، وده اللي حصل على فكره، يعني العشره ولدت الحب. صحيح. فقلت لا مفيش غيرها. بتبقى زي الكتاب المفتوح قدام حضرتك، فشايف كل مميزاتها، شايف كل حاجه، ايفن كل عيوبها. هي عرفتني، انا عرفتها، عرفت ايه بيزعلني، عرفت ايه بيبسطني، عرفت ازاي تعاملني، فخلاص ناقص ايه. القرار اخدته امتى بقى؟ يعني امتى قلت لا خلاص انا لازم ارتبط بيها؟ بعد ما زوجتي الاولى توفت بسنه ونص، سنتين. حصل هجوم شديد من بعض الناس على حضرتك بسبب القرار ده. فسروا بيه؟ لا هما بس كانوا مستعجبين اولا، ما كانوش متوقعين ان انا هتجوز تاني، لان ما فيش مجنون بيتجوز مرتين، لكن انا لكن بالوقت كل ده زال، كل ده كل ده، حتى مثلا بنتي طبعا امها يعني وحد هيحل محل امها، فمريم كانت متضايقه من الموضوع ده، وده طبيعي تماما، يعني حتى اميره كانت متفاهمه ده تماما، وانا كنت متفاهم. مريم طبعا مخرجه، مريم مخرجه بس انها في المجال وعارفه يعني احتياج حضرتك. بالزبط. لكن برضو متضايقه ومتاكده، لكن هي كانت بتغير عليا من امها، يعني هي بتحبني النوع الحب التملكي ده، فما بالك بقى لما هتيجي حضرتك. لكن بالوقت دلوقتي خلاص بقى اصحاب لا خلاص. فكرش في الانجاب مره اخرى؟ لا. يعني علشان انا عندي دلوقتي 67 سنة، لو انجب دلوقتي ربنا يخليك هلحق ربي ولا اكبر؟ حاسب لها مسؤوليه كبيره، يديني ويديها طول العمر ان شاء الله. يعني بصراحه هي ما بتطلبش ده؟ لا والله ابدا، عمرها اميره عمرها ما طلبت مني حاجه، عمرها في حياتها في 20 سنة ما طلبت مني ايه اقول لك، ايه اشتري لها رويشه فلس، ما في، ما عندهاش الحته دي خالص خالص خالص، قنوعة جدا وعندها عزه نفس غير طبيعيه ومقصله، يعني متربيه صح، فالحمد لله. يعني خليها لحضرتك ويخليك ليها. تقول لها ايه بقى من خلال هوليود الشر؟ بقول لها حاجات كتير قوي 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 ما اقدرش اقولها على العلن، لكن اللي اقدر اقوله لها ان انا بحبها جدا وبقدرها جدا وبشكرها جدا على الفترة اللي فاتت، اللي أنا كنت بعد ما عملت عملية قلبي كانت فترة عصيبة جدا في حياتي، وكان في منتهى الصعوبة، خدت بالها من صحتي ومن أكلي ومن شربي ومن أدويتي ومن راحتي ومن تعليمات الأطباء، وخدت بالها من حاجات كتير جدا جدا بصراحة، بالاستعانة أو بمساعدة مريم بنتي عملت نفس الحكاية، وطبعا اخواتي، لكن هي كانت اللي بوزي بوزها بقى مراتي، فهي يعني المجهود الكبير الاكبر كان عليها. طبعا كان يعني تصحى في مواعيد معينه علشان تديني دواء معين، تاخد بالها مثلا ان انا بعد العمليه على طول
عشان اطلع السلم اطلع سلمة كل سنتين علشان ما اثرش على العملية. حاجات كتير قوي 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 وديتيلز صغيرة كده. يعني برضو بنت الأصول بتبقى واقفة مع جوزها في كل طبعا أحواله، حتى لو ما فيش ارتباط رسمي، بس برضو بتحاول ان هي يعني تقدم كل ما عندها، مش كده؟ ده مظبوط جدا حضرتك. طبعا انا بتمنى لكم السعاده والتوفيق دايما، وربنا يخليكم لبعض. واخيرا كلمه بقى لكل جمهورك اللي بيحبك في العراق، وانت هتطل علينا ان شاء الله في العراق اكتر من مره في اكتر من عمل، فتقول ايه لكل جمهورك في العراق؟ انتم عارفين انا بحبكم قد ايه من ايام ما جيت لكم مرات عديده مع اخواتي في فرقه الفور ام. انا بحب جدا الشعب العراقي والبلد نفسها، يعني على طول بفتكر سندباد وعلي بابا وشوف دجله والشمس اللي بتغرب فوقيها، وكنت باكل عندكم المسجوف اللي هو حاجه عمري ما دقت سمك ألذ منه، وبحب البلد نفسها وبحب جوها وبحب ناسها. فإن شاء الله ربنا يقدرني بعد صفين لولي وأجي أزوركم أنا بنفسي بقى علشان إن شاء الله نقعد مع بعض إن شاء الله. عشان نكرمك كمان في العراق كده على دورك الجميل في المسلسل. إن شاء الله أنتوا بلد الكرم طول عمركم سعيد. ربنا يخليك. ومصر والعراق أكيد زي ما حضرتك قلت بلد واحدة وحضارة واحدة والشعبين شقيقين. أنا بشكر حضرتك وبتمنى لك كل التوفيق ودايما في ازدهار وفي أتم صحة وأسعد حال. مرسي يا أستاذ محمد، وإن شاء الله الانترفيو ده هيكون وش سعد عليا زي اللي فات إن شاء الله. مرسي جدا جدا. شكرا لحضرتك. مرسي، مع السلامة.